طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة المحلية، نبدأها بالعناوين. توزيع 100 قارب للصيد مع محركاتها على صيادي حضرموت، مقدمة من البرنامج السعودي. الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة إنسانية للحد من تداعيات البرد في مختلف المناطق النائية بحضرموت. محافظ العاصمة عدن يكرم الفنان الكبير محمد عطروش ويدعو الحكومة للاهتمام بالمبدعين. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. دشنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم بالمكلة توزيع 100 قارب للصيد مع محركاتها على صيادي حضرموت، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. 100 قارب صيد مع محركاتها تم توزيعها اليوم بساحة خور المكلة على الصيادين بمديريات المكلة وبرميفة والشحر وشحير والديس الشرقية والريدة وقصيعر، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. اليوم بالأخص في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها بلادنا، نرى أن هذا البرنامج قد تدخل وقد ساعد في الوقت المناسب، فكثير من الصيادين الذين سيستلمون هذه القوارب ستتحسن معيشتهم ومعيشة أسرهم. السلطة المحلية في المحافظة ستعمل كل ما في وسعها في سبيل أن يجعل أن تهيئ أجواء جدا مريحة لبرنامج الإعمار السعودي. محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني الذي دشن هذه المنحة أشار إلى أن الدعم المقدم من البرنامج السعودي يأتي في المكان المناسب لخدمة شريحة الصيادين في ظل هذه الظروف الصعبة، وللإسهام في تحسين معيشتهم وأسرهم ولتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم جراء الأعاصير الناتجة عن التغيرات المناخية الأخيرة، معربا عن شكره لهذا الدعم السعودي ومبدئا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة في تهيئة الظروف المناسبة أمام المشاريع التي سينفذها البرنامج السعودي في حضرموت. تحظى محافظة حضرموت في اهتمام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شأنها شأن المحافظات الأخرى، ويعمل البرنامج على تنفيذ عدة مشاريع تنموية كان آخرها دعم القطاعين التنمويين والحيويين، قطاع التعليم والثروة السمكية، من خلال توزيع 100 قارب بمحركات متطورة. ممثل البرنامج السعودي محمد عبد الله آل هادي أوضح أن هذه المنحة تأتي إيمانا من قيادة البرنامج بأهمية شريحة الصيادين والاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى دعم القطاعات ذات الأثر المباشر على معيشة المواطنين وتحسين دخل الصيادين وأسرهم وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام. منذ أعصار شبالة فقدت علينا ما يقارب 113 قارب في ميفع، واليوم الحمد لله نعوض بعشرة قوارب، ونقول خفت ولو شيء اليسير من المعاناة الذي نعانيها في ميفع. هذا الدعم يشكر عليه البرنامج السعودي وكل من ساهم في هذا الدعم، ونحن من منطقة سيرت حصلنا على نسبة 3 قوارب و3 مكاين، لكنها لا تكفي بالغرض، يعني الصيادين كثير، جمعية صيادين شحير وصيادين شحير محتاجين بحاجة إلى الدعم السخي من مثل أخوتهم، يعني القوارب والمكاين، وإن شاء الله في المرحلة الثانية نتكرم خيرا يعني بالبرنامج الإعمار والتنمية السعودي. إلى ذلك ناقشت السلطة المحلية بحضرموت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط وآلية تدخل البرنامج في القطاعات المهمة، وأبرز المشاريع التي نفذها البرنامج في المحافظة في الثروة السمكية والتربية والتعليم. وشهد هذا اللقاء التوقيع على وثيقة تسليم منحة 100 قارب مع محركاتها إلى الصيادين.
دعت الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف أمام القرار التعسفي والغير القانوني الذي أصدره اتحاد كرة القدم اليمني تجاه فرع الاتحاد بساحل حضرموت. جاء ذلك في اجتماعها الدوري الذي ترأسه رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر، وناقش الاجتماع عددا من التقارير والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الهيئة، مؤكدا أن قرار إقالة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد يضر بالمحافظة وأوطارها الرياضية. كما وقفت الهيئة التنفيذية أمام خطة الأنشطة السنوية للعام الجديد داعية مديري الإدارات المتأخرة إلى المسارعة برفع خططهم خلال يومين، مؤكدة على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للأنشطة المقترحة وتحديد النتائج المرجوة منها. ناقشت دائرة منظمات المجتمع المدني بمؤتمر حضرموت اتجاهات نشاطها القادم والمتضمن نزولات ولقاءات على المؤسسات والجمعيات والاتحادات لمؤازرة عملها الاجتماعي والإنساني. وتناول اللقاء العمل على مواصلة الجهود لإشهار اتحاد منظمات المجتمع المدني الأهلي في ساحل حضرموت أسوة بالاتحاد القائم في الوادي والصحراء. وأيد المجتمعون ما جاء في البيان النقابي للمكتب التنفيذي لفرع الاتحاد بالوادي والصحراء وما تضمنه من مطالب حقوقية عادلة، ودعوته لإقامة وقفة احتجاجية سلمية كبرى في مدينة سيئون صباح يوم الخميس القادم لجميع عمال وموظفي الدولة والمتقاعدين بوادي حضرموت لسرعة النظر في معالجة الأوضاع الكارثية المتفاقمة واتخاذ معالجات وتدابير عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي. نظم بمدينة المكلا الحفل السنوي السابع لليوم العالمي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة بتمويل من اللجنة الوطنية للصليب الأحمر. وشهد الحفل الذي يهدف إلى دعم ذوي الإعاقة وزيادة فهم قضاياهم وضمان حقوقهم فقرات استعراضية ورقصات فرائحية قدمها طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة. كما استعرض الحفل عرض روبرتاج يوضح أهمية مركز الأطراف الصناعية ودوره الفعال في خدمة المعاقين، وقصة نجاح تخرج دفعة رابعة من طلاب مؤسسة حضرموت للتوحد، بالإضافة إلى فقرات مسرحية تحاكي واقع المعاقين ومدى احتياجهم والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم. ومع ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح فعاليات الحفل. نظمت مؤسسة بيت التنمية بالمكلا ندوة بعنوان توطين الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الفرص والتحديات. واستهدفت الندوة مجموعة من قيادات منظمات المجتمع المدني والنخب والمثقفين بمدينة المكلا للتعريف بالهدف 16 فيما يخص السلام والعدل والمؤسسات، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وتطرقت الندوة إلى أهمية التوعية المجتمعية، وجود مؤسسات تحمي العدالة الاجتماعية، وترسيخ ثقافة قبول الآخرين. اختتمت بمديرية الشحرة المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات عقال الحارات حول النزاعات وبناء السلام بحضور المدير العام للمديرية عادل بعكابة. واستهدف البرنامج الذي استمر على مدى 4 أيام 30 من عقال الحارات والقيادات النسوية بالمديرية على مرحلتين، حيث تم استهداف 16 متدرب ومتدربة خلال المرحلة الأولى و14 خلال المرحلة الثانية. وخلال البرنامج تلقى المتدربين تحليل النزاعات وأدوات حل النزاع وبناء السلام، وتم تكريم المتدربين بشهادات تقديرية في ختام الحفل. أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملتها الإنسانية تزامنا مع فصل الشتاء لتوزيع خيام إيوائية وملابس شتوية وبطانيات متنوعة للتخفيف من معاناة المناطق النائية بمديريات محافظة حضرموت. لم تثنيهم وعورة الطريق من الوصول إلى هذه المناطق النائية تجاوبا مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من أهالي عدد من القرى في مختلف مناطق حضرموت، وذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من تداعيات البرد الشديد ودعم استقرار سكان هذه المناطق
وتخفيف المعاناة اليومية عنهم من نقص في مستلزمات الحياة الضرورية. يستفيد من حملة الشتاء أكثر من 2800 أسرة ممن يقطنون في المناطق النائية والجبلية، واستهدفت الحملة في يومها الأول توزيع 46 خيمة إيوائية و148 من الملابس الشتوية المتنوعة على أهالي منطقة غيل الحالكة بمديرية غيل باوزير. وتأتي هذه الحملة كواحدة من عشرات المبادرات التي تنفذها الهيئة بحضرموت للتخفيف من معاناة المواطنين للحد من تداعيات البرد الشديد ودعم استقرار سكان هذه المناطق والتخفيف عنهم في مواجهة البرد القارس الذي يهدد حياة الكثيرين ولا سيما الأطفال وكبار السن، وتقديم المعونات الأساسية لهم وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. جاءنا اليوم الهلال الأحمر إلى منطقة غيل الحالكة وقام بتوزيع خيام وملابس شتوية للأطفال، وجزاهم الله خيرا لهذا. قام في صباح هذا اليوم الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع الخيام على المستحقين الذين لا توجد لهم ماوى أي بيوت، وكذلك بتوزيع الملابس الشتوية على المستحقين. شكرا للإمارات، شكرا لأهل الإمارات، شكرا للشيخ محمد بن زايد. كلمات شكر وتقدير عبر عنها الأهالي لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن وصول الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى مناطقهم يمثل خطوة إنسانية كبيرة ستظل خالدة. نظم مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي وصحراء حضرموت احتفالا باليومين العربي والعالمي للمعاق تحت شعار يوم للجميع. وأشارت السلطة المحلية بالوادي والصحراء أن هذا الحفل يأتي لدمج هذه الشريحة في المجتمع والاستفادة من قدراتهم لما فيه مصلحة الجميع، منوها الاعتماد مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل مديرية ضمن المشاريع القادمة. هذا وتخلل الاحتفال تقديم وصلات إنشادية ومشهد تمثيلي هادف ولوحة فنية، كما تم تكريم المعاقين والأمهات المثاليات والجهات الداعمة والمشاركة في هذه المناسبة. انطلقت مسابقات الحمام الزاجل للمرحلة الأولى بمسافة 420 كيلو جوا إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة بتمويل من مؤسسة بن كردوس للتنمية. وشهدت انطلاقة أولى السباقات من مديرية السوم منافسة بين أكثر من 500 طير مشارك من الحمام الزاجل بمسافة تقدر 40 كيلو جوا لمشاركي مديرية تريم و50 كيلو جوا لمشاركي مديرية سيئون. وتتوزع مراحل السباق على عدد من الضربات انطلاقا بمسافة 40 كيلو، تليها مسافة 80 كيلو، وبعدها مسافة 150 كيلو و250 كيلو، وفي النهاية تأتي المسافة الأخيرة ب420 كيلو جوا من منفذ شحن بمحافظة المهرة. وإلى العاصمة عدن، حيث التقى محافظ العاصمة الأستاذ أحمد لملس بمكتبه في ديوان المحافظة بالمناضل والفنان الكبير محمد عطروش مطمئنا على صحته بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية. وأشاد المحافظ بالأدوار النضالية للفنان القدير ورصيده الكبير والزاخر بمختلف أنواع الفن الغنائي، مؤكدا أن عطاءه الفني الذي امتد على مدى أكثر من 60 سنة سيبقى خالدا في ذاكرة الوطن، داعيا الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة للاهتمام بالفنان القدير وكل المبدعين ورعايتهم. ومن جانبه أعرب الفنان عطروش عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من المحافظ. وفي ختام اللقاء قام المحافظ بتكريمه بدرع تذكاري عرفانا بما قدمه لعدن خاصة والوطن بشكل عام. تواصلت لليوم الثاني على التوالي عملية إعادة الانتشار للقوات العسكرية الإخوانية الموالية للشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي البلاد، وذلك تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الجانبين. وقال مصدر محلي مسؤول أن قوات اللواء الخامس عشر صاعقة ووحدات عسكرية أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من منطقة الشيخ سالم باتجاه مدينة عدن، متوقعا أن تعيد هذه القوات تمركزها في منطقة كرش في محافظة لحج.
وبحسب المصدر فإن قوات عسكرية إخوانية تابعة للحكومة المنسحبة من أبين يتوقع أن تغادر المحافظة إلى مقراتها السابقة في محافظة شبوة شرقي البلاد. بحث رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك مع السفير الفرنسي لدى اليمن السيد جان ماري الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية. وتطرق رئيس الوزراء المكلف إلى التوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة والأولويات التي ستعمل عليها، مشيرا إلى أن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة، خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية. وناقش اللقاء تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي. الآن نترككم مشاهدينا الكرام مع أبرز حدث لهذا اليوم. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. توزيع 100 قارب للصيد مع محركاتها على صيادي حضرموت مقدمة من البرنامج السعودي. الهلال الأحمر الإماراتي يطلق حملة إنسانية للحد من تداعيات البرد في مختلف المناطق النائية بحضرموت. محافظ العاصمة عدن يكرم الفنان الكبير محمد عطروش ويدعو الحكومة للاهتمام بالمبدعين. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلاتي فيه. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.